انا كشخص من يعني من زمان جدا بحب الكتابه، فانا كنت بقعد يعني ممكن نص الوقت اكتب 8 صفحات مثلا من التعبير علشان انا بحب الكتابه جدا. انا خريج اداره اعمال، عندي 26 سنه، بشتغل كوبي رايتر. انا بدات راب يعني من 2010 مثلا، وكانت البيئه اللي انا عشت فيها والدي والدتي اثروا فيا جدا. والدي بيدرس مزيكا، والدتي من اعظم الاصوات اللي سمعتها في حياتي، فده كان ساعدني كتير جدا ان انا اطور الكتابه عندي. فكنت بحب كتير اكتب بشكل مستمر للنهار، بكتب. كنت في الامتحانات دايما بحب امتحانات العربي علشان كنت بكتب يعني 8 او 9 صفحات مثلا تعبير بس، فاهم، من كتر ما انا بحب الكتابه. لحد ما قابلت قيصر، الكلام ده كان في 2010 2011، وبدات بقى ابقى معاهم، وبدات بقى اخش RC، والموضوع يعني تطور. السبورت كان طبعا من البدايه كان اهلي، يعني والدي ووالدتي، والدتي بالاخص يعني، كانت دايما بتديني ردود بالنسبه لي بتبقى مناسبه نفسيا، بتخليني اكمل اعرف اكتب اكتر. وبعد كده كنت ببتدي اسمع اصحابي القريبين، وبعد كده بقى اعيش. سبب الاختفاء انا وRC، احنا كنا ماضيين مع شركه، الكلام ده في 2015 2016، كانت بتوزع لنا وكانت هتنتج لنا البوم. مضينا معاها عقد الفتره وخدوا مننا البوم، والمفروض كان في البوم تاني هينزل، بس هي المشكله كلها ان احنا لما نزلنا الالبوم، الالبوم اتباع بره مصر اكتر من مصر، وكان في كول تونز وكل الحاجات الجميله اللي كانت في الوقت ده اصلا محدش في مصر اصلا موجود من الكاتيجوري بتاع الراب. بص يعني فيديو كليب غالي هو الاقرب لقلبي لحد دلوقتي، مش عشان انا رجعت بيه، بس علشان انا كنت عايز من يوم ما ارجع تاني المجال ده ارجع من منطقتي علشان يعرفوا ان احنا نقدر نعمل ده، فاهم. الشباب بدات تتشجع دلوقتي ان هم يعملوا ده، بداوا يتكلموا باسم ارض اللواء، كل الحاجات دي اللي انا كان هدف بالنسبه لي تارجت اساسي ان انا اتكلم فيها واوصل غالي الشارع الاول عندنا عشان اطلع للراب سين كله. كايرو ديجيتال هي الشركة اللي بتمانج شغلي، تمام، وهي بتسبورت ليا في كل حاجة طبعا، وهي طبعا اللي كانت عاملة البروديوسنج كله، تمام. كان من البداية قعدنا في ورشة، اشتغلنا على التراك، قلنا التراك ممكن يتصور ازاي، التفاصيل اللي ممكن تحصل. قعدت مع حسام كامل مخرج الكليب وهو صديقي طبعا مقرب، قعدنا نتكلم في ان التراك ممكن ازاي يطلع من الشارع علشان الشارع سيطرته تبقى ازاي ما تكون في لوكيشن، فاهم. بس طبعا علشان كان هناك اصدقائي بقى ومنطقتي وتحت البيت عندي، فالموضوع كان سهل ومرن. وكار ديجيتال يعني عايز اقول لك ان احنا ان شاء الله هنوصل للعالميه سوا يعني. موضوع الاعتزالات ده بالذات يعني هو جزء كبير جدا بيبقى نفسيا، واي رابر هو نفسيا قبل ما يكون حد بيقدم كونتنت، هو النفسيه هي اهم شيء. واي رابر اصلا هو رابر عشان عنده مشاكل، عنده معاناه، فاهم، طالع من تحت كده وعنده مشاكل الدنيا والاخره، فكلام الناس او الضغط بتاع الفانز ده ممكن ياثر كتير على شخصيات كتيره جدا. في منها اللي يعني بينجى من الموضوع، وفي منها اللي خلاص بييأس وبطل، بس على ما اعتقد انا مش هبطل تاني. بالنسبه يعني النيو ويف اللي الراب سين كله بيتكلم عليها، ودخول الالات الشرقي في التراب، في المزيكا عامه اللي احنا بنعملها، انا شايف ان هو حاجه مفيده جدا. يعني ان انت تدخل الات شرقيه، الالات اللي البلد بتاعتك بتحبها، بتحب ترقص عليها، بتاثر بيها، بتاثر بنغمتها، ده بيفيد جدا في المحتوى اللي انت بتقدمه. لكن كتصنيف ان احنا نخش في حته ان احنا مهرجانات، وما احبش ان حد يقول على الكونتنت بتاعنا كرابرز ان احنا شباب بتوع المهرجانات، في فرق شاسع يعني. يعني انا ممكن ارد بلاينين، فاهم، اللي هو البوم باب في دمي والتراب بيمامبل نبضات قلبي يعني. مستوى الكليبات في مصر هو في تقدم يعني باين وملحوظ، بس هي الفكره كلها في الاستمراريه. احنا محتاجين نستمر في كليبات كتير، نعمل ده بشكل منتظم. والشركات طول ما هي بتتدخل في الانتاج فده بيبقى صعب، فاهم، انت لازم تحط في معايير معينه علشان الكليب يطلع حلو جدا. تلاقي شخص عنده الموهبه بس في نفس الوقت مش قادر يطلع فيديو كليب كويس، في نفس الوقت تلاقي شخص ما عندوش الموهبه وعنده شركه بتطلع له فيديو كليب كويس، الموضوع نسبي. بالنسبه لي انا بحب البيفات جدا وبحب النكش جدا، علشان هي دي متعه الراب جيم، فاهم. طول ما الموضوع جوه المزيكا ما طلعش بره في الشارع فهو حاجه عظيمه جدا، تمام. طول ما الموضوع ما بقاش شخصي وبقت منافسه في حته المزيكا بس، فهي بتبقى حاجه ايه زي ما تقول بتنعيش دايما الراب سين، ف
فاهمني؟ وبتخليه دايما اللي هو في تطور. انت لما تلاقي بيف فلان مع فلان ده هتلاقي شخص مثلا لو اندر ريتد هيبقى اوفر ريتد، والاوفر ريتد ممكن اصلا خلاص الفانز ما تحبش تسمعه تاني لما عرفت ان مستواه مثلا ما يليقش بمكانته، فاهم؟ فالموضوع حلو، بس في نفس الوقت بالنسبه لي انا مركز، عندي بلان للسنه الجديده، عندي خطوات هعملها ومش هركز في اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تشغلني. بص انا يعني من وجهه نظري بشوف ان الرابر والبروديوسر هم شركاء نجاح. اي خلافات ممكن تحصل، وهو في خلافات كتير بتحصل ما بين اي بروديوسر واي رابر، فاهم؟ بحكم ان احنا شغالين مع بعض، اي اتنين بارتنرز سوا بيحصل بينهم مشاكل في البيزنس، فاهم؟ فما بالك ده كونتنت ناس بتسمعه وناس بتقيمه، كونتنت بيتباع في السوق، فاهم؟ كل الحاجات دي يعني بتكون خلافات كتيره جدا. الخلافات طول ما هي جوه الاستوديو فهو امر مفيد، طلعت من بره الاستوديو ما بقاش فيها تبادل احترام فهو بيبقى حاجه مش حلوه. فانا ما احبش ان احنا نبين خلافات زي دي ونظهرها في الراب سين، علشان هي دي اللي بتضعف مكانه الراب سين وبتضعف مكانه الرابرز. ظهور البنات هو حاجه مهمه جدا ومفيده، بس الفكره كلها ان اي بنت بتراب في مصر بعد فتره بتبطل، علشان يعني تقاليدنا وعلشان احنا شرقيين وعلشان الاهل لما يبتدوا يدوا فرصه ان البنت ممكن تراب، انها ممكن تعمل كونتنت بتاع مزيكا، انها بتتشاف، انها تقدر تحقق حلم عندها، ساعتها الموضوع هيساعدنا كتير جدا في الراب سين ظهور البنات عامه. احب جدا ان انا اعمل مع بيوسف علشان انا بحبه على المستوى الشخصي ومستوى المزيكا. احب جدا اعمل مع مروان، مع عفروتو، مع بابلو لو موجود، علشان انا بحب بابلو جدا يعني وريسبكت لي. فبس ما اعتقدش انه ممكن يبقى في ناس تانية، بس انا يعني مش جاي في دماغي. يعني نسيطر على البلد. انا متفائل جدا ب 2021، متفائل جدا بالراب سين، وشايف ان احنا خلاص احنا على الابواب ان احنا نحتل ونبقى الفن الاول في مصر. ف يعني انا طموحي من طموح الراب. احنا طول عمرنا من احنا صغيرين نفسنا ان الراب يبقى هو الفن الاول في مصر، وهو ده نفس طموحي بالظبط، ان احنا نكون الفنانين اللي كل الناس بتسمعهم، ويكون هو ده الفن الاساسي ان شاء الله. يعني كنت همثل، حابب التمثيل جدا. يعني انا كنت شغال كوبي رايتر، بس دلوقتي متفرغ للمزيكا. يومي بقضيه ازاي؟ بصحى من النوم، بنزل اقعد مع اصحابي المقربين، بشاوت اوت كل اصحابي، خالد، بشاوت اوت المنطقه، وبرجع على الاستوديو، اقعد اكتب في البيت شويه، اكتب في الاستوديو، اقعد اعمل شويه حاجات كده روتينيه. احب العب كوره، بس احب العب بلاي ستيشن. انا دايما وانا بكتب بحب اكتب في البيت تحت الشباك بتاعي، كوبايه النسكافيه بتاعتي، مزيكا لمده 3 4 ساعات، وبعد كده ببتدي بقى ان انا ارتجل كتير وبعد كده بكتب. انا بحب ذا 100 جدا، جيم اوف ثرونز. بالنسبه للافلام بقى يعني يعني ما بتفرجش الا على حاجات مارفل، دي سي، حاجات معينه كده، لكن انا اكتر مسلسلات بحب الاثاره. السينما يعني بتلهمني كتير جدا في موضوع الكتابه ده، علشان انا بقول لك شخص ان انا بحب المسلسلات، بحب التفاصيل بوجه عام في حياتي، بحب جدا اقل تفصيل اركز فيها. فعشان كده حتى المسلسلات اللي قلت لك ان انا بتابعها فيها تفصيلات تبقى كتيره جدا التفصيلات دي، وفي نفس الوقت هي مهمه. فانا وقت في الكتابه بيبقى الموضوع كده، ببقى ساعات كاتب مثلا مباراه بالنسبه للناس بتبقى عاديه، بس هي بالنسبه لي ليها معنى، بالنسبه لي في معنى تحت الكلام. يعني راجنر هو من اكتر الشخصيات اللي انا بحبها جدا، ولما مبقاش موجود في المسلسل انا من ساعتها ما اتفرجش عليه خلاص. الموضوع انت، انا زملكاوي محليا، ريال مدريد الملكي، هفتح كافيهات كتير. انا بطبعي اجتماعي جدا، بس في نفس الوقت بالنسبه للكتابه والبروسيس بتاع المزيكا بالذات، او البروسيس بتاع التراك، بحب ابقى قاعد مع نفسي. وساعات ببقى انطوائي ساعات كتير يعني، بس في نفس الوقت انا شخص اجتماعي، بحب الناس بوجه عام. بالنسبه لي ممكن نقول بابلو، ابو يوسف، مروان موسى، عفروتو، أبو كلثوم، شيبوبة، سول كينج، حليوة، سمول إكس، شايفين، مروان بابلو فري، ومروان بابلو أبو مكة، وأبو يوسف ولا، وشيراتون مروان موسى، وعلى بعضي مروان موسى وعفروت. انا شايف ان سلايفر ممكن يقدم حاجه كويسه جدا لو اشتغل باستمراريه. شهاب برضو عنده كتير، موسكو برضو عنده حاجات كويسه جدا،
وافرو افرو اشتغل برضو باستمرارية ممكن يعني في المستقبل يبقى حاجة كبيرة. اكتر خمس تراكات علقت معايا سيجارة العفروتو، ولا لأبو يوسف، الجميزة علشان انا بحبها جدا، انا بحب اي حاجة عامة لمروان بابلو. بص كل صراحة انا بحب جدا الفيتشرز اللي ما بين ابو يوسف وبالانوار، وبحب الفيتشر لما بيجمع ما بين مروان موسى وعفروتو، عفروتو وباتستوتا. عجبني باشا اعتمد لابو يوسف وبالانوار، وعجبني برضو تراك مظلات لباتستوتا وعفروتو، وعلى بعضي مروان موسى وعفروتو، وكان في تعاون ما بين مولوتوف وشاب جديد ارض جو، كان هايل. ام الدنيا، ويجي بعدها بقى الجزائر، المغرب، اي حاجه تانية. ماشي خلاص. هنعيد ده، هنعيد ده.